السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا في منطقة اسمها كليفي في كينيا، وأنا واقفين على المحيط الهندي أيضا زي ما انتم شايفين السفينة الكبيرة اللي هناك دي كلها، وأنا واقف هنا جنب المراكب الصغيرة دي كلها. المراكب الصغيرة دي معمولة من شجرة الكاشو اللي احنا بناكلها، شايفين المراكب الصغير ده كلها جزء كامل من الشجرة بيحفرها، شجر كبير معمر أنا شفتها وأوريتها لكم في فيديو تاني. أدي مركب، أدي اتنين، أدي تلاتة، أربعة، خمسة، ستة، علشان الصيادين ياخدوا المراكب دي ويخشوا في المحيط يصطادوا السمك. وده نوع تاني من المراكب الأخرى عاملينها الناس هنا، هو وفي مراكب تانية من شجر أكبر موجودة فوق هنشوفها دلوقتي مع الشباب اللي بيلموا اللي هم الزبالة والمتطوعين بتوع الإغاثة الإسلامية. يعني هنا إخواننا في كينيا بيستغلوا كل المصادر الطبيعية علشان يستفيدوا منها ويعملوا منها أشياء تفيد منفعتهم. دي من شجرة أخرى كبيرة من الأشجار المعمرة زي ما انتم شايفين سامعين كده قوية بالك، وبعدين وفي نفس الوقت تقيلة وفي نفس الوقت طبيعية، ما فيهاش أي شيء من الأشياء اللي احنا بنجيبه من بره ونلوث بيه المناخ هنا. فهنتكلم هنا عن ان الناس هنا جزاهم الله خير بيستغلوا كل انواع الاشجار اللي عندهم وكل اللي هي المصادر الطبيعيه عشان يصنعوا منها المراكب بتاعتهم. ده مركب قديم شويه، ده مركب اخر زي ما انتم شايفينه، ده مركب ثالث اهو، شوف قد ايه المركب ياخد كذا واحد، وده مركب رابع زي ما احنا شايفين، ومراكب والشباب دول كلهم دول متطوعين الإغاثة اللي جم من كندا علشان يساعدوا الناس. والنهارده يوم تنظيف المنطقة بتاعت البحر دي من الزبالة اللي فيها. هنا الناس في أفريقيا بيتحدوا الصعاب، يعني عندهم مصادر طبيعية جميلة وعندهم مصادر للحياة كثيرة، والتحدي هنا لينا كلنا جميعا إننا نيجي في الأماكن دي ونستطيع إننا نحاول نكتشف الجمال اللي فيها، نكتشف الثروات اللي فيها، ونساعد الناس اللي فيها اللي هم قاعدين دول ومنتظرين مساعدتنا علشان نساعدهم بأبسط ما عندنا من إمكانيات. وأيضا لابد هنا نختبر حياتنا وقوتنا وقدرتنا على مواجهة الصعاب. أيها الشباب الصعاب، أيها الشباب الصعاب، أيها الشباب، لن نستطيع أن نبني قيم وحضارات ونقيم نهضات إلا من نستطيع أن نعدي هذه البحار اللي عبرها من مئات السنين آبائنا وأجدادنا، وأتوا هنا من أماكن مختلفة. ونرى هنا الطبيعة جميلة جدا، شايفين الأشجار الجميلة اللي في كل الأماكن على المحيط هناك دي كلها، وده جمال لقاء السماء مع الخضرة بتاعت الأرض، يعني شيء جميل جدا جدا جدا، صعب إننا نجده في الأماكن اللي احنا عايشين فيها، لكن نجده هنا في كينيا. جزاكم الله خيرا، نطلب أن تكتشفوا قدراتكم وقدراتكم على مواجهة التحديات والصعاب. تعالوا إلى أفريقيا معنا لنستطيع أن نصنع المعجزات ونقيم المعجزات ونحل مشاكل الناس هنا. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.